السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على واحد الموضوع مهم جدا توجور ومهم. علاش نعاود نتكلم فيه كتير؟ لأنه مهم. هذا هو موضوع، هذا هو موضوع التهيئة العمرانية في الجزائر. وهذا المشكل هذا موجود في مطرح في كل الولايات. واليوم حبيت ناخذ كمثال مدينة تيارت ونشوف يعني الثغرات نتاع النقص الفادح في التهيئة العمرانية، رغم أن المدينة تعتبر نوعا ما متطورة مقارنة بمدن أخرى في الجزائر. هنا نشوف مثلا في وسط المدينة، نشوف المدينة بصفة عامة هنايا تبان متكوكة، يعني الفراغات ما كانش بزاف. لكن عندما نقرب نشوف مثلا هذه الأراضي، مثلا هذه الأرض هنايا، الأوعية هذه في وسط المدينة متروكة بدون استغلال. مفروض هنا هذا يجي مساحة كبيرة توالم تكون ان بو بارك، هنا يجي حديقة حضارية في وسط المدينة تزيد تضيف إضافة يعني أكيدة للمدينة. ونشوف هنا فيها حوالي 722 متر في الطول ديالها. هذه المنطقة المفروض تكون فيها اناميناجمون، تهيئة تتهيئ. نشوف هنا مثلا اراضي هنا، يا هنا في وسط المدينة، هذه الاماكن هنا هي اماكن نتاع منبع نتاع الاطربة، التراب والغرقاء والضياع نتاع الشباب هنايا، يجوا يستعملوها اماكن للفساد يعني. شوف هنا امان، نشوف هنا لا سيتي هنايا، ونشوف انتيران فاق هنايا في وسط المدينة. احنا رانا هنا في وسط المدينة ونشوف هاد الفراغات هذه، المفروض هذه تكون معمرة. مثلا هنايا عندنا توزيعة نتاع السكنات الفردية، نكملوها هنا، نكملو هنايا السكنات الفردية هذه، ونقسمو هذه زيلو ونبيعوهم، بنبيعهم البلدية تبيعهم للسكان، تبيعهم بأثمان معقولة. هنايا نشوفوا هنايا المفروض هذه الفضاءات تتكمل. كذلك نشوفوا كذلك هنا كاين فضاءات كثيرة. هنايا مثلا نشوف هنايا تهيئة غائبة، هذا هنا تيرا هنا تهيئة غائبة. المفروض هذه كل هذه الفضاءات تكون مهيئة وتكون فيها، يا إما تروح إخديرار، تروح هنايا عندنا شبه بارك، لكن الليميت نتاعو لي كونتور نتاعو غير واضحين، بحيث أنه رغم كل هذه الفراغات الأوعية الفارغة هنايا يروحوا يدير لك هنايا، يبني لك هنا. إذن هذه المشاكل هذه المفروض المدينة تكون ما يبقاش فيها هذه الفراغات. هنايا نشوفوا فراغات كثيرة، هذه الفراغات هذه تولي تبقى مثلا هنا قرب الملعب، كما هنا نشوف قرب الملعب المفروض هذا اللي تيرا هنا ما يبقاش. نقدروا نديروا مرافق، مدرسة، مستوصف، نديروا فضاء نتاع ترفيه، لكن ما يبقاش، ما لازمش تقعد الفضاءات نتاع الأتربة كما هنايا. لازم التراب، التراب لازم يتمحى نهائيا من المحيطات الحضارية. هذه هي. ونعاود نرجعوا لهذا الموضوع
وناخذ أمثلة أخرى في مدن أخرى، والسلام عليكم.